الملك محمد السادس يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالقصر الملكي بالرباط. وخلال الاجتماع جدد الملك التأكيد على الموقف الثابت للمغرب لتسوية نزاع الصحراء المغربية على أساس مبادرة الحكم الذاتي وفي إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة. تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية نهاية شهر دجنبر القادم وفق قرار لمجلس الحكومة المنعقد اليوم. بوريطا يشدد على قوة العلاقات بين المغرب وإسبانيا، مورداً أن المملكة ستستضيف الاجتماع المقبل بين رئيسي الحكومتين أواخر يناير المقبل أو بداية فبراير. وزير الخارجية المغربي أكد أن أحداث مليليا كانت عنيفة للغاية، لكنها بالتأكيد لم تكن عفوية. الكاميرون تخسر أمام سويسرا، وتعادل بين أوروغواي وكوريا الجنوبية في أبرز نتائج مباريات اليوم ضمن بطولة كأس العالم في قطر. نهاية المختصر. للمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.